السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع يعني المكونات الغذائية، يعني برنامج أسرار الأغذية، ويعني المكون الثامن اللي هو اللحوم. ويعني هذا المكون طبعا تكلمنا عن اللحوم الحمراء اللي هي الدواجن وحيوانات. اللحوم الحمراء يعني أعيد، الدواجن والحيوانات كلها لحوم حمراء. وتكلمنا يعني السمك، لحوم بيضاء. السمك يعني أخرجناه من اللحوم يعني في حلقة لوحده. ثم اليوم نتكلم عن شيء غريب جدا، ولما لا يعني فبين مزدوجتين حلقة اليوم هي تابعة للحوم، ولكن نتكلم عن لحم خاص اللي هو لحم الحلزون، يعني حلزون snails in English، les escargots en français، الأبالوني بالإسبانية، أغلالة بالأمازيغية. فهذا الحلزون له تركيب غريب جدا يعني في علم الأغذية. لماذا؟ لأنه جاء في الوسط ما بين النبات وما بين الحيوان. فتركيز البروتينات 16%، يعني 16% هو ما بين العشرين الموجودة في البقوليات واللحوم، وما بين العشرة و12 الموجودة في النشويات. يعني أمر يعني جيد، ويعني أمر هكذا، يعني هذا خلق الله، يعني هكذا خلق، لا يمكن أن يتدخل أحد في هذه الأشياء. نحن نعرف فقط، لا يمكن لأحد أن يتدخل في هذه الأشياء، وهذه المعلومات هي جيدة لأن هذا ناموس كوني ويجب أن نعلم هذه الأشياء. فهذه بروتينات ليس فيها دسم مشبع، ليس فيها شحوم، الحلزون ليس لديه شحوم، وليس فيه كوليسترول، بمعنى أنه يختلف عن اللحوم تماما. ثم من حيث المادة الدسمة، من حيث الزيوت، هو ليس فيه شحوم لكن فيه زيوت، فهو هنا يعود إلى النبات والسمك. هنا يصنف من حيث الحمضيات هذه الدهنية، يصنف مع النبات، وسنرى أنه سيكون دهنية أحسن من زيت الزيتون، يصنف مع النبات ويصنف مع الأسماك، لأن الأسماك لديها زيوت وكذلك النبات فيه زيوت. ليس فيه حمض الأوميغا 3 لكن فيه الحمضيات الغير مشبعة، يعني هذه الحمضيات الغير مشبعة، يعني الأحادية والمتعددة على حد سواء، البولي أنساتوريتد فاتي أسيدز والمونو أنساتوريتد فاتي أسيدز. يعني فيه البولي أنساتوريتد، فيه يعني هذه الحمضيات الدهنية المتعددة، هي أكثر من الحمضيات الأحادية، لأن الأحادية في زيت الزيتون، الأوليك موجود في الزيتون. الحلزون هذا في المغرب، يعني اللغة العامية في المغرب الببوش، سمي هكذا الببوش. فهذا يعني هذا الحلزون، يعني هذه الحمضيات الدهنية في لينوليك لينولينيك لينوليك لينولينيك، لأن فيها اثنين وثلاثة، يعني هي متعددة لهذا المشكل، يعني البولي أنساتوريتد فاتي أسيدز. ولا شيء في الطبيعة فيه البولي أنساتوريتد أكثر من المونو أنساتوريتد، يعني لا شيء في الطبيعة فيه لينولينيك أكثر من الحمضيات الدهنية الأخرى، ولا شيء في الطبيعة الحمضيات الغير مشبعة تفوق الحمضيات المشبعة، لا يوجد في الطبيعة، لا يوجد. فالحلزون هو المادة الغذائية الوحيدة اللي فيه 57.5 إلى 60% من الحمضيات الدهنية الغير مشبعة، الأنساتوريتد فاتي أسيدز، والحمضيات الدهنية المشبعة تكاد تكون ما بين يعني 15.5 تقريبا، هكذا أشياء غريب، والأشياء الأخرى كلها يعني الحمضيات أخرى. فيعني 57 حتى 60% من الحمضيات الغير مشبعة المتعددة البولي أنساتوريتد، هذا شيء يعني مميز في الطبيعة، هذا شيء يعني هذه خاصية الحلزون، خاصية، هذا سر الحلزون، يعني لا يوجد في المكونات الأخرى. ونحن نعلم أن هذه الحمضيات الدهنية الغير مشبعة لمن الأحادية والمتعددة، ولكن المتعددة تعتبر فيتامينات، المتعددة هي أقوى من الأحادية. البولي أنساتوريتد هي مهمة جدا في الجسم، يعني هي البولي أنساتوريتد هذه أقوى من، تكاد تكون أقوى من حمض الأوميغا 3، تضاهي حمض الأوميغا 3. يعني هذه الحمضيات الدهنية والزيوت في هي حدود النبات الموجودة في يعني في الحلزون، يعني كما قلت يعني تركيب كيماوي غريب جدا في الحلزون. لما نصل إلى الفيتامينات نجد أن الفيتامين B12 والB2 الخاصين بالحيوانات، لأن الB12 موجود في السمك كأول مصدر، ثم السمك الكبير الحجم كأول مصدر، ثم في بعض اللحوم. والفيتامين B2 هذه يعني الريبوفلافين موجودة في الحليب، في الألبان، يعني اللبن المتخمر فيه أكثر من الحليب، ولكن هي تكاد تكون الفيتامين الذي يميز الألبان. يعني غريب أنه يجمع ما بين الألبان وبين الأسماك في الفيتامينات، يعني B12 وB2 مجموعين في حاجة واحدة، يعني شيء يعني عجيب جداً.
ثم الفيتامينات الأخرى اللي هي البيريدوكسين، فيتامين 6 اللي يوجد في خشاش الأرض وفي الفواكه يعني والخضر، يوجد كذلك في القطاني وفي بعض الحبوب، ويوجد في السمك. الباء 6 يعني من مميزات يعني الحلزون، هذا البيريدوكسين. والباء 6 نعلم أنه يعمل مع حمض الفوليك مع باء 9، ويعمل مع الباء 12، بمعنى أن إذا اجتمع الحلزون مع مصدر حمض الفوليك فيكون عمل 100%، لأن حمض الفوليك يعمل مع الباء 12 والباء 6 ويعمل مع المنغنيز. والحلزون فيه منغنيز وفيه يعني الأملاح كلها بوتاسيوم. لماذا؟ لأن الحيوان الوحيد الذي فيه بوتاسيوم أكثر من الصوديوم هو الحلزون، لأن الحيوانات الأخرى فيها صوديوم أكثر من البوتاسيوم. يعني الحليب فيه 23 ملغ، من كيوصل حتى 28 ملغ يعني صوديوم. النبات فيه بوتاسيوم ليس أكثر، إنما الصوديوم يكاد ينعدم في النبات. النبات هو بوتاسيوم. كل ما خلق الله من خشاش الأرض من نبات، الأشياء التي تخرج من الأرض كلها فيها بوتاسيوم، ليس فيها صوديوم أو شيء ضئيل جدا. يعني نجد 500 ملغ بوتاسيوم مع 5 ملغ صوديوم أو شيء ضئيل. يعني لا نحن يعني شوية نبالغ لكي نبين للناس أهمية الشيء. ثم هذا الحلزون بوتاسيوم، فيه بوتاسيوم. ثم فيه السيلينيوم، ونلاحظ على أن الحيوان الوحيد الذي يوجد فيه السيلينيوم هو السمك، وأن السيلينيوم يوجد في بذور القرعيات ويوجد في أشياء أخرى. بذور القرعيات والكمأة، يعني فطر الكمأة، هذا الترافلز لي تخيف، هذه موجود يعني عليهم كل الفطريات كلهم، يعني هذه اللي مش الكمأة فقط، يعني الفطريات هم معروفين على أنهم مصدر السيلينيوم، شيء ما في البيض. والمصدر الأساسي هو السمك، والحلزون يأخذ سيلينيوم من السمك، ويأخذ سيلينيوم يعني كمعدن. السيلينيوم لا يوجد عند الحيوان ولا يوجد كثيرا في الطبيعة. في سيلينيوم وفي زنك، غريب أن معدن الزنك هو موجود في بذور القرعيات، وموجود كذلك في الفواكه الجافة، وموجود في النشويات، موجود في السمك. زنك موجود في السمك، وهو معدن الفطريات كذلك يعني هذا. وزنك موجود في الحلزون، يعني تركيبة من حيث الفيتامينات غريبة، أن فيه الفيتامين باء 12 وباء 2 وباء 6، وفيه فيتامين اي بالفرنسية او بالانجليزية اي. والفيتامين اي يوجد في زيوت النبات، يعني في نوار الشمس، ويوجد في اللوز والجوز والاشياء هذه، الفستق، هذه كلها فيها فيتامين اي. هذا يعني هذا فيتامين ضد الشيخوخة، هذا يعني التوكوفيرول. التوكوفيرول يعني لا يوجد عند النبات، قليل جدا عند النبات، لكن التوكوفيرول يوجد في يعني في الحلزون. شيء غريب، لان التوكوفيرول خاص بالمواد الزيتية، المواد الغذائية الزيتية اللي فيها زيت، فيها التوكوفيرول. كل المواد التي فيها زيت فيها، بما في ذلك بذور القرعيات، كلها فيها يعني فيتامين اي. وهذا العلي نوار الشمس، ليس نوار الشمس فقط، انما كل يعني هذا الحبوب الزيتية كلها. والحلزون فيه فيتامين اي، يعني الفيتامينات باء 12 باء 2 باء 6 فيتامين اي. وفي من حيث يعني الاملاح المعدنيه، فيه يعني بوتاسيوم اكثر من الصوديوم، يعني ليس فيه صوديوم تقريبا، يكاد ينعدم. ثم فيه معدن النحاس، ومعدن السيلينيوم، ومعدن الزنك، ثم الحديد والمعادن الأخرى. ولكن يبقى السيلينيوم والزنك يعني من النحاس كذلك، يعني السيلينيوم والزنك هما المعادن اللي يمتاز بها يعني هذا الحلزون. فيعني كل التركيبات الكيماوية غريبة جدا، كل التركيبات الكيماوية لا نجدها في يعني في الطبيعة، فهو يجمع تقريبا كل هذه الأشياء. الحمضيات الدهنية الغير مشبعة، البروتينات 16%، يعني هذه البروتينات يعني الحمضيات الأمينية كلها بما في ذلك اللايزين. يعني اللايزين يعني ما بين النبات وما بين الحيوان، يعني ليس مرتفع في اللايزين ولكن ليس منخفض. ثم التريبتوفان كذلك بين الحيوان وبين النبات، يعني ليس يعني التريبتوفان مرتفع لكنه يعني متوسط. يعني أشياء يعني سبحان الله، يعني أشياء يعني غريبة جدا. ثم من حيث الدهنيات، يعني الحمضيات الدهنية الغير مشبعة أكثر من الحمضيات الدهنية المشبعة، ثم المتعددة الإشباع أكثر من الأحادية، بولي انساتوريتد اكثر من المونو انساتوريتد. ثم يعني المعادن، عندنا سيلينيوم والزنك، عندنا سيلينيوم والزنك، عندنا يعني اللي موجودين في السمك واللي موجودين في اشياء قويه. ثم بوتاسيوم، يعني بوتاسيوم يوجد في النبات وليس في الحيوان، ما هي اشياء غريبه جدا كذلك. يعني الاشياء الاخرى، انه بعض الفيتوستروجينات، بعض الفيتوكيميكولز، بعض المكونات الفيتوستروجينيه الموجوده هي اللي خاصه بالحبيبات، يعني خاصه بالبذور، يعني مثل السمسم، مثل الكتان، مثل يعني هذا يعني حبة سوداء، مثل يعني هذه السناء والسعنوت والكروية والحلبة، ويعني هذا الحبرشاد الأخير.
هذه الفيتوكيميكولز، هذه الفيتوستروجينات، ستيرولات قليله جدا، لكن الفيتوكيميكولز هذه الفيتوستروجين هي موجود يعني تقريبا في نصف المكونات الموجوده يعني في البقوليات او القطاني. وهذا يعني هذا المكونات عند 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 السمك عند عفوا عند الحلزون هي تكاد تميز الاشياء القويه في الحلزون، يعني التركيبه الكيماويه هي نفس المواد الغذائيه الاخرى، ولكن الاشياء القويه الاسرار. فسر الحلزون هو اجتماع الريبوفلافين مع الباء 12 ثم السيلينيوم. وسر الحلزون ان الحمضيات الدهنيه المشبعه الغير مشبعه يعني المتعدده هي اكثر من الحمضيات الدهنيه المشبعه. يعني غريب ان 57% كلها حمضيات يعني متعدده الاشباع يعني غير مشبعه. هذه وهذا يعني هذه الماده سنرى فيما بعد على ان هناك ميزه اخرى، عنده ميزه قويه جدا سنذكرها في يعني الاسرار، يعني الاسرار القويه التي تصلح لبعض الاشياء والتي هي يعني لا يعلمها الا اصحاب الميدان، لا يعلمها الا اصحاب الميدان، لا يمكن للاشخاص ان يتجرؤوا على هذه الاشياء. هو انك الريسبتور كاين بحال الفصيل الدموي ا بالفرنسيه، فصيل دموي اي عند النساء على الخصوص عندهم ريسبتور، واحد ريسبتور في الثدي اللي يمشي مع هذا البزاق ومع الحلزون، يعني النوعين، يعني البزاق هو حلزون بدون يعني هذه، فيمشي مع الحلزون هذا. وأن الحلزون من الأشياء التي تدخل في الأغذية، الأشخاص اللي المناطق اللي كيتغذوا على هذه، وتكون المرأة عندها فاصيل دموي أي، هاد النساء هادو إذا اجتمع الحلزون مع زيت الزيتون مع السمك حمض الأوميغا 3 مع الفيتوكيميكولز مع المضادات الأكسدة مع الألياف الغذائية وانعدم الكوليسترول، فالنساء يعني المرأة لا تصاب بسرطان. وحتى النساء المصابات بالسرطان، سنتكلم عن النظام الغذائي ومن جملة الأشياء اللي غادي ندخلوها يعني هنا في بعض الأطوار، يعني طور السرطان يعني هناك أطوار، سنتكلم عن الحلزون كمادة قوية في النظام الغذائي ليست علاجية، لا نكذب على الناس، لا نتكلم عن علاج، نتكلم عن الأشياء التي تنفع الناس كي تكون المناعة مرتفعة ليبقى لهم الوقت ليتعالجوا. لأن كل العلاجات في الأخير، كل العلاجات الآن هي تخضع للنظام الغذائي، أقول كل العلاجات تخضع للنظام الغذائي، سنكررها وسنبقى نكررها، ويعني هذا شعارنا من 1990 إلى الآن، لا يمكن أن يكون علاج بدون تغيير نمط العيش، هذا شعار يعني اللي أخذناه هكذا، يعني لا يمكن أي علاج طبيعي كيماوي أي علاج، لا يمكن أي علاج أن يكون إلا بتغيير نمط ثم عد أخذ الدواء، وليس أخذ الدواء بدون تغيير نمط العيش بما في ذلك التهاب اللوزتين عند الأطفال. إذا لم يغير الطفل نمط العيش فحتى الأنتيبيوتيك أو المضاد سينفعه ب 30-40% فقط وليس 100%. ولذلك نحن نؤكد، فحتى 1998 لا زال الناس يعني يشككون في أن لا علاقة بالأغذية بالأمراض. لكن بعد 2002 و2003 ألين لما اكتشفوا الأكراليميد يعني في هذا البطاطس مشوي، فيعني الربط الكوريليشن الربط هو 101%، نحن نبالغ يعني 101 لا يمكن، ولكن بالرياضيات، ولكن نقول 101 تأكيد فقط، يعني هي يعني شيء مستعار من الرياضيات، 101% أن علاقة الأغذية بالأمراض، جميع الأمراض يعني من الحساسية إلى السرطان إلى الأمراض المناعية الذاتية إلى آخره. هناك بعض الأشياء يعني الحوادث السير، هناك أشياء التي تخرج عن الأغذية، ولكن لا شيء يخرج عن النظام الغذائي بما في ذلك الخلل الهرموني عند النساء. الخلل الهرموني عند النساء يرتبط بالنظام الغذائي 100%، يعني باش نكونوا واضحين، السرطان يرتبط بالنظام الغذائي 100%، الأمراض المناعية الذاتية ترتبط بالنظام الغذائي 100%، النمو عند الطفل والعقم والأشياء هكذا يعني والأنيميا وتساقط الشعر، كل الأشياء ترتبط بهذه إلا الأشياء التي يزداد بها الطفل مثل التثليث الصبغي تريزومي، مثل أشياء أخرى، هذه طبعا هذه تدخل في هذا. حتى التوحد مرتبط بالنظام الغذائي للمرأة الحامل، وأقولها 60 مرة، التوحد مرتبط بما تستهلكه المرأة أثناء الحمل، يعني باش نكونوا واضحين. ولذلك هذا البرنامج خاص بتعريف المواد الغذائية، سيليه برنامج آخر علاقة الأغذية بالأمراض.
سنتكلم فيه يعني سنحتاج هذه الأشياء، هذه المكونات، ثم يعني لكي يعني يرجع إليها الناس لما يكون لديه مرض، يعني أي مرض، سنتكلم عن كل شيء، يعني حتى تشقق الأظافر إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.